ما هي رحلة الإسراء والمعراج؟ هي معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، تمت في السنة العاشرة من البعثة. الإسراء هي رحلة الأرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أما المعراج هي رحلة السماوية من عالم الأرض إلى عالم السماء. كانت الرحلة للتخفيف عن الرسول بعد وفاة السيدة خديجة وعمه أبو طالب وتكذيب قريش وإيذاء أهل الطائف ورميه بالحجارة. دعا النبي محمد الله: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ثم قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. في هذه الليلة نزل جبريل إلى النبي ومعه البراق، وهو دابة تطير لا يعرفها البشر، ثم انطلقا معا إلى المسجد الأقصى حيث رأى جميع الأنبياء والمرسلين، وصلى بهم إماما في المسجد الأقصى. وكان هذا الإسراء وهو الجزء الأول من رحلته المباركة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.